طيب كلمة بقى كده في النهاية يا دكتور حاتم، يعني رسالة تهنئة لعموم بقى المسلمين في شتى بقاع الأرض وفي البلاد الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. يعني أقول للمسلمين جميعا وللأمة كلها، عندما يحل علينا عيد من أعيادنا فنحن نتقرب إلى الله ونتعبد إلى الله بمظاهر الفرحة المنضبطة في هذا العيد. نعم. مهما كانت الآلام ومهما كانت الأحزان ومهما كانت المواجع، نحن نفرح في العيد كما نصوم رمضان وكما نحج البيت الحرام. نعم. الفرحة واجب شرعي، وهي نوع من أنواع إظهار الدين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وجانب من الدين، معنى من معانيه الفرحة والتماسك المجتمعي والفسحة والسعة، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وعليه فافرحوا واملأوا بيوتكم سعادة، ونحوا كل المشكلات وكل الخلافات وكل الأزمات وقطيعة الرحم والمشاكل القديمة. هذا كله ينبغي أن يتأخر ويتنحى الآن، وتحضر البسمة وتحضر الكلمة الطيبة وتحضر الهدية وتحضر الزيارة، ويحضر اجتماع الشمل، ويحضر ذكر الله سبحانه وتعالى، وتعمر بيوت المسلمين بعبادة الله وذكره وصلة الأرحام والفرحة المنضبطة الجميلة البريئة المؤمنة في أيام العيد. جزاكم الله خيرا يا دكتور. تهنئة كده شيخنا لعموم المسلمين. يعني أولا أهنئ يعني كل الأمة البشرية، لأن الأعياد في الإسلام أعياد للبشرية جمعاء. نعم. بهذا العيد، وأهنئ الأمة الإسلامية وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عليها أعياد رحمة ورحمة وبركة. وأهنئ يعني أهلينا وأحبابنا في السجون، وصلى الله أن يجعل أعيادهم خارجها جميعا، وأهلهم، وأن يجعل على قلوبهم طمأنينة وسكينة وأمانا، وتقبل الله منا منكم جميعا. الله يكرمك يا شيخنا. استأذنك بقى دكتور حاتم كده تدعينا ونؤمن خلفك، نحن والمشاهدين. فضل اللهم يا ربي لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلانية وسرا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في هياء هذه الأيام الكريمة الطيبة المباركة أن تنزل رحمتك وبركتك على بيوت المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك فيها فكاك الأسرى، ونسألك فيها قضاء الحاجات، ونسألك فيها تيسير الأمور، ونسألك فيها تفريج الكروب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وتفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم أعطي كل سائل سؤله، واقض حاجة كل محتاج، واجعل هذه الأيام أيام سعادة وبر وخير ويمن وبركة على المسلمين أجمعين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات.